كانت قريش تظلم في الحرم الغريب ومن لا عشيرة له، حتى أتى رجل من بني أسد ابن خزيمة بتجارة، فاشتراها رجل من بني سهم، فأخذها السهمي وأبى أن يعطيه الثمن، فكلم قريشا واستجار بها وسألها إعانته، فتحالفت قريش ألا يظلم غريب ولا غيره في مكة، وأن يؤخذ للمظلوم من الظالم. وسمي هذا الحلف بحلف الفضول لقول قريش: هذا فضول من الحلف.